هنعمل سمبوسك محشي باللحم والكرات. العجينة بتعملوها في البيت في منتهى السهولة. خلينا هلأ نبتدي نجهز الحشوة. بسخن حوالي معلقة كبيرة من الزيت. مهم جداً أثناء تقليب اللحمة أضلني أحركها أو أقلبها بهذه الطريقة وتنشف ويبقى إلها نكهة كتير طيبة. حضيف البصل المفروم، الفلفل الأسود، الملح والبهار المشكل، فيكم تزودوا البهارات، وكمية بسيطة من الشطة المجروشة. بعد ما اللحمة تتقلب عندي وتستوي بالكامل هضيف عليها الخضرة. حبيتوا أي نوع من الخضروات وبتقدروا تخلطوا كذا نوع مع بعضه. البصل الأخضر بيبقى كتير رائع في هذه الحشوة، والكرات. يبقى الحشوة أصبحت عندي جاهزة، بسيبها تبرد ونبتدي أعزائي نجهز العجينة. أعزائي تجهيز العجينة كتير بسيط، ممكن نعملها على إيدنا إذا حبينا أو إذا عنا خلاط. بثبت مضرب العجين بهذا الشكل، هحط الطحين الملح الزيت والحليب، وأبتدي أشغل على سرعة بطيئة لغاية ما تختلط عندي كل هالمكونات مع بعضها. بعد ما هالمكونات اختلطت مع بعض وتكونت عندي عجينة، ببتدي هلأ أحسب وقت حوالي 3 دقايق عشان العجينة تتجانس مع بعضها أكتر، ولازم تكون سرعة بطيئة، ونخلي بالنا العجينة هاي لازم تكون ناشفة ويابسة. إذا لقيتوها طرية شوي بنضيف لها رشة بسيطة من الطحين. العجينة أصبحت عندي جاهزة، يفضل تلبسوا جوانتي بسهل عليكم الشغل. وناخذ العجينة وفقط أنا بدي ألمها هيك مع بعضها مع رشة من الطحين. عندي طبق برش فيه رشة طحين وأحط العجينة، أغلفها بالنايلون وأسيبها ترتاح على الأقل ساعة ساعة ونص لتاني يوم، ما في مشكلة عندي. المهم أغلفها كويس. ونشوف أعزائي هلأ طريقة تجهيز السمبوسك. برش رشة من الطحين على الكاونتر المطبخ أو إذا عندنا مات بهذا الشكل. بأخذ كمية بسيطة من العجينة، هذا المقاس كتير معقول. شوفوا العجينة بتصير معكم كتير طرية لما ترتاح. وخلوا بالكم إحنا ما حطينا في هذه العجينة أي خميرة، مجرد الملح الزيت الطحين والحليب. هلأ بحاول أفردها لتصير رقيقة، كل ما كانت رقيقة كل ما كانت لذيذة وبتقرمش لما أجي أكلها. نحاول قدر الإمكان نعطيها الشكل الدائري. لما نفرد على كافة الجهات نضغط بهذه الطريقة. هذا المقاس كتير معقول. بالسكين هلأ بقطع العجينة إلى نصين، صار عندي زي كأنه نص دائرة. هطبقه إلى 3 تطبيقات تصير كأنها مثلث. هلأ المثلث الطرف هذا بضغط عليه شوي عشان ما ينفتح معي، وأبتدي أمسكها في إيدي بصير عندي زي تجويف. بنلاحظ التجويف بيكون بهذا الشكل. طبعا إذا حبيتوا تحطوا الحشوة كتير قليل حسب رغبتكم وحسب نوع الحشوة اللي بتستعملوها. ببتدي أقفل بهذه الطريقة، أتأكد إنه الأطراف كلها عندي انقفلت كويس وصارت عندي بهذا الشكل. في ناس بيحبوا يعطوها شكل آخر، إنه ما نعملها كمثلث، نعملها واقفة هيك بهذه الطريقة. بتضغطوا عليها على الكاونتر وبتبقى إلها قاعدة
وفي بيحبوا الطريقة التقليدية للسمبوسك العادية. خلينا نعمل كمان واحدة. المثلث بقفل واحد على واحد. أصبح عندي هلأ تجويف في الداخل، أتأكد إنه هذا الجزء مغلق كويس. هفتح التجويف وأمسكها بإيدي وأحط الحشوة. وأقفلها كويس وأتأكد إنه الزاوية عندي أصبحت مقفولة كويس. وإذا حبينا شكل المثلث زي الشكل التقليدي أو حبينا نعملها بهذه الطريقة، بجهز كل الكمية. وفي خلينا أقول ملاحظة كمان حلوة، في ناس ما بيحبوا هذا الطرف بيخلوها مليانة قوي وبتبقى بس زاوية هيك ما إلها طرف كتير، وفي ناس بيحبوا يأكلوا الطرف اللي هو المقرمش. يعني شوفوا طرف العجينة هاي ما فيها حشوة صح؟ في ناس بيحبوا يأكلوا هذا الجزء، بتبقى هيك من تجربة أكل السمبوسك كلها على بعض اكسبيرينس حلوة. فعلى حسب رغبتكم نكمل حشو بقية السمبوسك ونقليها. أعزائي عنا عدة طرق لقلي السمبوسك، ممكن أقليها بزيت غزير، ممكن أستعمل المقلاة الكهربائية، وممكن أمسحها بطبقة خفيفة من الزيت وأشويها شوي بالفرن. إذا بدي أقليها بسخن الزيت وأضيف السمبوسك تقليب بسيط تقليب خفيف، وبس تأخذ اللون الذهبي بشيلها على قطعة من ورق المطبخ. السمبوسة جاهزة ونشوف طريقة التقديم. أعزائي رصيت السمبوسك في طبق التقديم، وإذا حبينا كمية بسيطة من أوراق البقدونس أو الكزبرة طبق كتير لذيذ، أرجو أنكم تجربوا. وتفضلوا.